اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي ظهرت اسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من ذني الارقام حتى نسمع ارائكم بالمواضيع اللي راح نطرحها او باللي انتم تردون تحكون به بالمواضيع اللي انتم تردون تتكلمون بها. في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان، تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على رقم الواتساب المخصص للحلقه، الرقم الاخير اللي بصفه اشاره الواتساب. تقدرون تدزوا لنا رساله، اتمنى تكون رساله مكتوبه متبوعه بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. نبدا حلقه اليوم مشاهدينا، واول ملف ويانا بهاي الحلقه هو ملف انتخابات مجالس المحافظات. الجديد اليوم بها هو استغلال المرشحين إلى مناصبهم، إلى المال العام، إلى أملاك الدولة لأجل الترويج الانتخابي. نبدأ من النجف. عندنا ناشط يوجه رسالة إلى العراقيين وينتقد بها الوضع المأساوي من انعدام خدمات بظل حياة لا بها كهرباء ولا ماء ولا شوارع بها خير ولا أرصفة ولا دوائر حكومية تراعي المواطنين ولا مستشفيات بها حظ. وفوق كل هذا الأحزاب والكتل ومرشحيهم ملتهين بالترويج الانتخابي من دون الاكتراث إلى معاناة المواطنين. تعالوا نشوف هذه الكلمة. اليوم أرتسل الجميع وخاصة المرجعية السياسية، وأرتسل الجميع العراقيين، انتم مسوين انتخابات شنو مال شني؟ انا هذا السؤال اريد الجميع يرد عليه. انت من سويت الانتخابات على شنو؟ اولا نص الشعب جوعان، لا وجبه غذائيه سموها حصه غذائيه، لا كهرباء، المي نشتري مشتري، الضرائب، الفلوس، الاتاوات تاخذوها، النفايات مملية، الشوارع، الأتربة، جميع شغلاتكم ما بيها حظ، ما خليتوا شيء للشعب، نهيتوا هذا الشعب. يعني أنا أرد أسأل الانتخابات على شنو أنت مسوي لي؟ أنا أرد ألغي مجلس النواب، أرد ألغي لأن ما سوى شيء. إذا هاي الكتلة تريد الصوت على شيء ليش تعترض، هذا يريد يعترض ذاك الثاني، يعني غير فد شيء سويته لهذا الشعب على مود تسوي الانتخابات؟ انت من تريدني اطلع انتخب، اي انتخبك على شنو؟ على الشوارع المملية نفايات واتربة، على الجوع، على الكهرباء ماكو، على المي اشتري مشتري، على قذارتكم، على فسادكم، على شنو اطلع انتخب؟ هذه كانت رسالة هذا الناشط الى الناس وإلى المواطنين وإلى الانتخابات بشكل عام. أما في محافظة ذي قار، ناشط نشر مقطع فيديو أكد من خلال هذا الفيديو تورط المحافظ محمد هادي أو محمد نافورة مثل ما يسموه أهالي المحافظة باستغلال المنصب ودوائر الدولة خصوصا آليات الدوائر الحكومية بالترويج القائمته أو الترويج إلى نفسه في انتخابات مجالس المحافظات اللي من المفترض تصير بعد أيام. بس يا ترى حسب اللوائح والقوانين هذا الشيء صحيح؟ هل يحاسب القانون على استغلال نافورة عفوا هادي لآليات الدولة؟ وإذا كانت تحاسب ليش ساكتة؟ هذا السؤال الأهم. تعالوا نشوف. وهذا الكريم مال شعبة الإنارة جاي يستغلون الدعاية الانتخابية، ليش؟ والله قالوا بأمر المحافظ، التخاف تقولون، نقول لكم المحافظ مقام مقام جاي يستغلون الجيد الخدمي مال المحافظة. هاي شوفوا الكريم، هاي الدعاية الانتخابية مال المحافظ، وهذه هاي السيارة المستخدمة مال الكهرباء. لاحظتم محمد هادي؟ محمد هادي محافظ محافظة ذي قار، فش دا يستغل؟ دا يستغل آليات تابعة إلى الدولة. نطلع من ذي قار نروح إلى المثنى، هنا نلقى محافظ، لا عفوا ما نلقى محافظة، هنا نلقى مقاطع أو مقطع يبين استغلال العديد من المرشحين. يعني الجماعة هنا حذوا حذو المحافظ محمد هادي أو محمد نافورة مثل ما يسموه أهالي الناصرية، مستغلين عجلات تتبع مديرية الكهرباء
اللي بالتالي هي تتبع وزارة الكهرباء وبالتالي مملوكة إلى الدولة. مستغلين هاي المركبات للترويج الانتخابي. شو يسوون الجماعة؟ يلزقون صورهم على هاي السيارات كدعاية من وزارة الكهرباء لهذا المرشح أو ذاك، وهذا كله دا يصير على نفقة الدولة. تعالوا نشوف. هاي الثانية. وهاي سيارة بعد. هاي سيارة إلنا هاي. هاي ما جرى. هذا ما جرى دا. والله هاي ما جرى. يعني شو ما جرى؟ ما جرى شهر شهرين. ما سنة. هاي سيارة ما جرى سنة. سنة لي عملية مبيعات. جيد. يعني هاي سيارة مؤجرة لغرض. الجبايل. تحسين الجبايل. هاي سيارة مؤجرة لتحسين الجبايل، يعني تعتبر سيارة حكومية. صح؟ نعم. سيارة حكومية. أمر إداري وصادر بها. صادر بها أمر إداري. زين هاي شنو شنو هاي؟ هاي شنو شنو حافظت على سيارة حكومية؟ أنت موظف ودائرة وهذا استغلال للدائرة للدعاية. ما يخصه، اسمع، أنت مأجر سيارة. هاي سيارة مأجرينها صارت لكم. تصرفون بها بمناسبكم ما تستخدمونها بس. وبعدين شنو شغلكم انتم بالدائرة حاطين صوت؟ هذا استغلال دائرة. شلون تطب هاي الصورة الدائرة؟ شلون تطب هاي الصورة الدائرة؟ اقول لك يعني هاي مستغلينها انتم هاي دائرة الدعاية؟ هي السيارة هاي مؤجرة للدائرة. لاحظت الكلام اللي صار؟ اولا الدولة تستأجر سيارة لمدة سنة، ما عندها إمكانية الدولة تجيب سيارات ما شاء الله. هي عندها إمكانية تجيب سيارات مصفحة إلى المسؤولين، ويا ما شاء الله على المواكب ومواكب السيارات المصفحة. الصغار والكبار صارت عندهم مواكب. من ثلاث سيارات وشيل يدك. 3، 4، 5، 10، 20. أكو إمكانية الناس تجيب سيارات مصفحة و غيرها وغيرها وغيرها، بس انه اكو امكانيه وزاره تجيب سياره للجبايه ماكو. هاي اول طامه. اثنين، كلام باسم خزع الخشان هنا صحيح، انه هي ما دام اجرت الى وزاره او دائره وبها امر اداري فهي اصبحت تابعه الى الحكومه اثناء تاديه الواجب. الصوره شو تسوي على البنيد مال المرشح احمد منفي لو يريدين في نفسه من الانتخابات باستغلال هذا الشيء؟ السؤال اللي ينطرح هنا يا ترى، هذا العمل اللي دا يصير استغلال آليات ومركبات تابعة إلى وزارات ومديريات وبالتالي هي تابعة إلى الحكومة، أو استغلال منصب أو استغلال المال العام بالقانون، أتمنى يدخل لي أحد القانونيين ويكلمني، بالقانون هذا الشيء مضبوط صحيح يصير؟ وإذا كان لا، شنو تبعات هذا الشيء؟ محاكمة، عزل، سحب يد، عزل منصب، شنو تبعات هذا الشيء؟ وورا التبعات يعني شنو اللي راح يصير؟ وبالقانون استغلال المال العام للترويج الانتخابي يبطل العملية الانتخابية أو يبطل ترشيح هذا المرشح أو لا؟ أتمنى أحد القانوني يدخل ويعطيني رأيه، أو يعطيني رأي القانون عفوا حول هذه الانتهاكات. علي النجار، للأسف سيارات الدولة تستخدم للدعايات الانتخابية كارثة. سيد مهند الموسوي، هي بس السيارات والمنصب والنفوذ والجميع دون استثناء، الكل جاي يستخدم موارد الدولة. أبو عباس الفرطوسي، هاي لو مواطن قال لهم عندنا عطل تعالوا صلحوه، قالوا له سيارة حكومية ما نطلع إلا بأمر المدير. ورحيم كلاوي يقول هذا يعتبر أول بادرة فساد، استخدام آليات الدولة للترويج للانتخابات. فكان أول ملف ويانا هو استغلال مرشحين الكتل والأحزاب لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة للمال العام والمنصب وللآليات والمركبات الحكومية التابعة إلى الدولة. أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم أستاذ عفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ عفل، هم عراق دمروه، العراق دمروه، بلد باقي ثرواته، ظلت على السيارات، السيارات هاي من تجي تحكي وياي يقول لك انا جبتها، من جابها؟ من مال ابو
من مال ابوه، يجي يقول لك المرشح الفلاني. هو المرشح الفلاني لو تجي تقيسه ماكو وطلع الكنيه مالته، تلقيه كان هارب بذاك الزمن، هارب من الخدمه العسكريه، تلقيه كان بايسكل ما عنده، وهلبت هسه ركب مصفحه وشوف هذول الحبر بشيه ماكو شايلين سلاح ومدى شايلين ويركضون قدامه ماكو يفتحوا له الباب. عمي ليش ما ينشل بهذا؟ هذا 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 المفروض هذا يعطي طاوله فرعون ويرجعون يقول لك ماكو اكثر اكثر النوبات اللي يسموه، يقول لك صدام حسين طاغيه. يا عمي ما تطلع على صدام حسين، انا اذا احكي اقول لك واتحمل مسؤول كلام مسؤول عن كلاماني. ماكو شيء يا عمي، يشتغل 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 سياره مال دائره، وعلى قولتك انت ما قسمني يقول لك ماكو. لو تجي تقول له عندي عطل يقول لك ما نقدر عندنا شغل. يابا عندك شغل شنو اجرها؟ مو منظم الشغله؟ ليش وقت الجبايه انت من تجي على الجبايه مال الكهرباء يقول لك عليك مليون عليك كذا عليك كذا؟ وين هاي وين صايره بيا وقت؟ نعم يعني انت من تقول لي عليك مليون على راسي ما مختلفين، وفر لي كهرباء واخذ المليون. انت كهرباء تجي متقطعه والقاري مقاييس ما يجي ما يجي ما يجي على 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 الميزانيه وقيس الميزانيه ايش قد عاده ويقول لك كذا كذا كذا. وينك ويش حكي عمي؟ عمي ناس اصابات ناس اصابات، وهسه شوف هسه شوف اكو ناس كثيره مستفاده من هذول المرشحين. يقول لك شعلي يعني خلي استفاد يعني اسال منو ابو عبد الله منو عساها قلاب يعني انت كل من قام يفكر بمصلحته الشخصيه وبس. حتى المواطن يعني انت من يقولون لك العراق يا عمي رأيتهم يكونوا بأزود من هذا العراقيين. نعم رأيتهم بالأزود مع احترامات العراقيين الطيبين ماكو، مع احترامات الأسراف مع احترامات للنزيهين، لأن الشريف والنزيه أساسا ما راح يروح على الانتخابات. وحتى إذا كل العراق ما راح الانتخابات هم فايزين كل من حاط ربعه. سعد أفل انت خذني واجمع لي أصوات بس تبقى انت إعلامي بقناة الرافدين، هذا الاتفاق. نعم خاف يقول لك قتال وقتال، كل ما راح يجمع له اصوات ويجيب الاصوات للكتله وظل انت بمكانك مدير عام، ظل انت مدير مال مكان دائره، ظل انت مدير بلديه، والبوق لا مو بالنص، جزء اكثر من النص. وتجي النزاهه والنزاهه تاخذ حقها وتمشي، تاخذ حصتها وتمشي، ويجي الاخ مفتش عام ياخذ حصته ويمشي. ما شفنا مسؤول يتحاسب. لانه هسه هي كلها قلبت اي زحشي، الحلبوسي. يعني اهل الموصل يداعون والله الحلبوسي لازم صار مواطن عادي لازم يتحاكم على راسي، محاكمه للحلبوسي ما يخالف. يعني والسلم الموصل من يحاكمه؟ والباع الموصل من يحاكمه؟ هاي العالم اظل جو الانقاذ اهل الموصل. يعني انت اهل الموصل مع احتراماتي للطيبين انت من تقول حاسب الحلبوسي؟ يعني السلم الموصل اتراب منه؟ اني لو افل يعني ليش ما تقول حاسب هذا؟ يعني عندك الحمد لله اشكر ما عندي سجن ولا عندي كل شيء. يعني انت من تقول عفو عام ما تقدرون تقروه؟ عفو عام صار لكم كم سنه قال العفو العام قبل داعش، قال العفو العام حتى العفو العام. نعم. يعني ليش الانتخابات بضارب شهر زمان شهرين زمان روجتوا عليها وسويتوها ونقرر القانون مالها وصارت؟ يعني قر قانون لهاي الناس الفقراء، قر قانون للفلاح، قر قانون للنبي الصناعه. معامل مال جلود ترى عاطله ماكو معطيها. لا يعني ليش عطوها؟ اجاره ايران مخطيه تتعب. انت اقتصاد مال ايران. نعم ايران ما يصيبها حصار ترى، ما زال العراق فيها، العراق وسوريا ولبنان ما يصيبها كل حصار. نعم ونقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وعلى كل من يستغل للعراق ويستغل للشعب العراقي. نعم شكرا. ممنون منك لك ابو عبد الله. ملفنا الثاني مشاهدينا عن محافظة البصرة اللي تعاني ما تعاني من مشاكل. عروس الخليج العربي راح نحكي بيها اليوم عن مشاكل المستشفيات اللي صارت الأمور بيها بلا ملح مثل ما يسموها ولد الملحة، ومنها الناس تدخل للمستشفيات من أجل العلاج. يعني بالحقيقة وبشكل عام ماكو واحد وماكو إنسان يطب إلى مستشفى من أجل الاستجمام، ولا أكو واحد يدخل مستشفى لأجل الراحة، هذا معروف. اللي يطب مستشفى يريد يتعالج،
لكن ما المرأة تروح إلى مستشفى حتى تتعالج تنتقل إلى رحمة الله تعالى، هذا شيء طبيعي في حال الأمور طبيعية، لكن تتوفى بسبب خطأ الطبي هاي كارثة. ولما تتكرر هاي الأخطاء الطبية اللي يروحون على ضوءها ناس، هاي كارثة من كارثة الكوارث. هاي الأمور صارت بالعراق تتكرر وبكثرة. واليوم عندنا مناشدة لمواطن من محافظة البصرة بعد ما فقد أمه بسبب الإهمال الطبي داخل المستشفى التعليمي بالبصرة. تعالوا نشوف هذا الفيديو. والله العظيم كسرتوني. أمي جبتها للتعليم كل شيء ما بيها، بلغت مدير المستشفى، بلغنا مدير عام صحة البصرة، بس صامدين أنا بس صامدة والله ما والله قلنا لك الصدى ما بيها شيء، وجب كيلاته طقتها جلطة هاي المرة قدامكم ماتت. أي ساعة تحقيق ما ترى مستشفى تحليلي، وزير الصحة وين انت؟ مدير عام الصحة وين انت؟ نواب البصرة لا فيكم شريف، وقفوا الأخطاء الطبية البصرة. والله أرواح العالم راحت ببلاش، أخطاء طبية ماكو شريف. الله يعين قلبه. نبقى بالبصرة، نبقى بالبصرة حتى تعرفون هذا الشاب اللي دا تشوفوه هو نفس الشاب اللي فقد أمه بالفيديو اللي شفناه قبل شوية. وقلنا العراق دا يعاني نتيجة التشخيص الخاطئ أو العلاج الخاطئ أو الخطأ في عمل العمليات. أفضل دولة انتهى بها عمل الرقابة في كل شيء، واللي دا يدفع فاتورة هاي الفوضى هو المواطن مو أحد غيره. نانا لقينا ناشطين جابوا هذا الشاب وسلطوا الضوء على معاناة الأهالي بالمحافظة بسبب تفاقم ظاهرة الأخطاء الطبية واللي روح ضحيتها المواطن الفقير بظل غياب المتابعة والمحاسبة من قبل الجهات المعنية. تعالوا نشوف هذا التعليمي. أي واحد اريد يموت يجي لي. خالتي عندها سكر وعندها جلطه، طلعناها من البيت جبناها قسم الطوارئ. الدكتور باوع لها ما تاكل، امي ما تاكل، شكلها صودا ما تغلي. سجلها ورقه خروجيه قال لهم تطلع للبيت. المفروض هي ترقد ردها، اذا ما رقدت ردها تموت المرض. يعني قال لهم طلعوها للبيت خلي تموت بالبيت. وهي ما تاكل. طلعناها للبيت، ثاني يوم اتصلت مع السيد مدير مستشفى ورجعتها بارادتي انا. واعتبار فرض فرضت عليهم ارجع والدتي. اجيبها ويطردونها، اجيبها ويطردونها، كل شيء ما بيها. تحاليل اليوريا والكرياتين عندي تقارير، الحل باب الطوارئ كل شيء ما بيه. تحاليل موجوده عندي كل شيء ما بيه. لحظه عزيز. دكتور ما تابع، لا يجيها دكتور، دخلت الخميس. الخميس ما جاها، بس المقيمه تروح للثنتين وتروح، يبقى الخافر يفتر على كل المرضى. لا جاها اخصائي. لا طلب استشارة جملة عصبية باعتبارها عندها جلطة. قلت له دكتور اطلب جملة عصبية، أنا مو دكتور، أنا مواطن، أمي مريضة. أنت ظنيت وجهه. ليش هذا الظلم؟ السيد وزير الصحة يقول عندي البصرة الصحة أفضل من بريطانيا. بمن؟ بالتعليمي، باللي سوى بوالدتي فشل كلوي اللي كتلو العالم هنا. الأسبوع من الآن خابرني ولد عنده مريضة يشهد الله ورسوله بالطوارئ، مدفوخة منتهية تنفجر بطنها وشامريها بالطوارئ وما مصعدينها ردها. خابرني وانا بعيد مو ببصرة كنت مسافر وشوفنا خابر ومنا ومنا صعدوا هذه العمليات. نعم. الله وكيلك اللي يدخل هنا كذلك والدك السكر يطلع بجلطة وفشل كلوي، اللي يدخل بسرطان يطلع بفشل كلوي. الله وكيلك ما نعرف ايش وقت هذا الظلم، ما نعرف مستهدفين عوائلنا، ما نعرف. هذا التعليمي اي واحد يريد يموت يجي له. اولا تعرف يجر ثومه، وثانيا يعني تجارة الاخ يكتب لك قال لك روح المستشفى. مديره ما فارغ مديرين نفس ما اعرف المدير ماخذ مستشفيات اثنين، ماخذ الاثنين وين يلحق منا الاورام منا كم طابق بطابق، وهاي الواد جاي تموت وما نعرف ما. هي المشكله بالبصره ماكو رقابه. والله يا حبيبي المشكله بالعراق كله ماكو رقابه، لانه بالعراق اكو رقابه ما كانت المجاري طفحت. لو بالعراق اكو رقابه ما كانت الصيدليات لعبت بكيفها بأسعار الدواء. لو بالعراق كانت أكو رقابة ما كان فات الدواء الفاسد أو المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستخدام البشري. لو كان بالعراق أكو رقابة
ما كانت مواد الحصة التموينية ناخرها الدود وماكلها القمل وغيره. لو كان بالعراق أكو رقابة ما كان أكو واحد فتح سيطرة بكيفه وقام يأخذ جباية من العالم ويبتز الناس حتى يطبون ويطلعون. لو أكو بالعراق رقابة ما كان حال العراق أصلاً وصل للحال اللي إحنا به، ولا كان صار أكو خطأ طبي، ولا كان تعين دكتور بغير مكانه، ولا كان تعين موظف بالرشوة والمبيع وواحد يشتري المنصب. هاي كلها لو كان أكو رقابة. فأنت لما تقول البصرة تعاني من عدم وجود الرقابة، أنا أقول لك العراق كله يعاني من عدم وجود الرقابة. الناس لما سمعت وشافت هاي الفيديو وين علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من علي البصراوي يقول كل مستشفيات البصرة تعبانة، لا نظافة، لا اهتمام بالمريض، غير مسكن الآلام ما عندهم. أما العلاج يكتبونه إلك الدكاترة ويقول لك روح اشتري من الصيدلية ما عندنا، ومحسوبة علينا وزارة الصحة وإلهم ميزانية من الدولة. يوسف الشمري، والله صحيح عن تجربة التعليمي، منه يريد يموت يجيب أهله للتعليم. كل مستشفيات العالم إذا الوفيات أكثر من المشافين يعني الكادر الطبي فاشل ويتحاسب مو ينسد المستشفى. وموفق شياع يقول ما توقف الأخطاء الطبية ما دام الأحزاب تملك مستشفيات أهلية، أكيد ما راح نشوف مستشفى حكومي بخير. وأحمد سعد يقول مدير صحة البصرة صار له 15 سنة ما حد غيره، حزب الدعوة. يعني يقصد أنه مدير صحة البصرة تابع إلى حزب الدعوة، ومدير صحة البصرة لكونه من حزب الدعوة ما حد يقدر يغيره، ولهذا السبب حزب الدعوة 15 سنة مسيطر على ملف الصحة ومديرية الصحة في محافظة البصرة. فأنتوا واحد لزمه من حزب سلم ثلث العراق، حزب ضيع لما كان هو في الحكم أكثر من 1,000 مليار دولار أو ما يقرب من 1,000 مليار دولار، هو اللي أسس إلى كثير من الأمور وكثير من المجازر وكثير من المعرف شنو. فاش تتخيل يبقى على الصحة؟ أحمد بن العمارة حياك الله. أحمد شلونك أستاذ؟ هلا بيك يا الغالي. شلونك؟ زين، شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء، الحمد لله على كل حال. أنا داوم بالمستشفى مال العمارة. أنت موظف في مستشفى العمارة؟ نعم. يعني شو سولف لك؟ فيض عن غير شو تريد؟ مهزلة. شنو الواقع الحال عندكم بالمستشفى؟ يعني خلنا نبدأ بالتسلسل، العلاج موجود عندكم لو لا؟ والعلاج مو كله موجود. لا تشكوا بالصيدلية مال المستشفى. يعني موجود، الموجود بالكانونة مغذي جاهز الأعطاء موجود. كانونة ومغذي وبس؟ اي بس هذا موجود متوفر. يعني لا سامح الله إذا إجا واحد مخطر إلى ردهة الطوارئ ويحتاج إلى علاج فوري ما يلقى بالصيدلية مال المستشفى؟ يعني مرات أكو علاجات موجودة، براسيتول مو دائما موجود، هذا القنينة. زين، شنو نواقص المستشفى عندكم بعد بالمحافظة؟ لا أتمنى سؤال في ثلاثة منها. أكو بناية خاصة بالطب العادي. زين، الطب العدلي بنونا بناية خارج المستشفى بغير مكان. تمام. والله البناية فارغة. أكو تحاليل ما موجودة بالمستشفى. المواطن يروح برا يسويهم. أكو بعض المستشفيات صيدلية ومختبرات. زين. قالوا يا بع ليش عايزين هاي البناية فارغة؟ قالوا سوي لنا مختبر هنا. زين. مختبر الجناح الخاص وسمي. ليش تطلع برا تسوي بالسوق؟ لا سوي هنا ببطن المستشفى بس بفلوسك. زين. أرخص تحليل هذا السي بي سي نسبة الدم هو ب 5000 دينار، الجناح الخاص ب 10000. زين. يعني شتري تجي العمليات، يعني حتى إذا عملية أنت مال عين لازم 50,000 يلا تطلع، هذا بخشيش وهذا عشرة وهذا قدمتك وهذا أنا دفعتك وهذا أنا شلتك، عندك ما عندك لازم تدفع. زين. انتهت. أخويا يعني أنت بظل هاي المشاكل كلها، أنه حكيت على استغلال المواطن ورفع الأسعار، حكيت على عمليات غالية وبها مشاكل، أدوية ما موجود، إدارة المستشفى وين؟ ممكن إدارة المستشفى هو نفسيته، هو القانون يقول ما يصير مدير مستشفى يفتح عيادة، وما يصير
يجرى عمليات. زين. إدارة بحتة، شغلته إدارة بحتة. نعم. مدير مستشفى الصبح بالدوام والعصر بالعيادة. وبالليل يشتغل عمليات. أو مرات أثناء الدوام عمليات عدة مرضى يكملهم ويرجع للإدارة. وهذا العدة تقرير والعدة جاي على الإدارة تظهر والله سيد المدير ده عمليات. زين، يعني أنت تقول كون حضرتك تشتغل بالميدان الصحي قلت مدير المستشفى يجب أن يكون إداري بحت، ما له علاقة لا بالعمليات ولا يقدر يفتح عيادة وراء الدوام. ما حتى هم القانون يقول حتى ما يصير يفتح عيادة. طيب العيادة يعني مديرية الصحة في محافظة ميسان ناسيته هذا المدير؟ لا هو مو خلل به، هو لا حشار رجال، خلل بالمدير العام. ليش؟ المدير العام مدير صحة ميسان عام طبيب صيدلاني. مدير صحة طبيب صيدلاني، أوكي تمام زين. صيدلاني صيدلاني هذا يعرف بس بالعلاجات، هذا العلاج المن وهذا العلاج، لا يعرف بالعمليات، لا يعرف شغلات المرضى. هذا يشروف على هذا بالجملة العصبية، وهو أخطر اختصاص هذا يشرف عليه. زين إذا مدير صحة ميسان صيدلاني نقيب صيادلة المحافظة طبيب جراح عندكم؟ والله لا يمكن مو جراح، يمكن ما أدري الزراعة شوف الجبينة. نعم، يعني أنت أخ أحمد لخصت لنا الملف اللي حكينا به قبل شوية بهالتليفون الصغير، بس سؤال أخير إذا سمحت لي، أخطاء طبية بالمستشفى بالعمارة تصير لو لا؟ والله يعني اخو اخطاء مرات تصير، بس يعني يتلافون هم على المواطن يطلعون لهم يتلف بالسبب. نعم نعم نعم. عندنا مستشفى شامخه هسه مستشفى دجله لسياده الفريق الركن مهدي صبيح الغراوي اللي باع الموصل. نعم. اغلب الاطباء جاي يداومون بها، والسيد الفريق موجود وحمايته والأمور طبيعية. نعم. زين. إيش تحس تستاذ؟ شو نقول؟ شو تسولف؟ مستشفى دجلة إلى مهدي الغراوي. إي موجود. نعم. وحالياً هو مديرها وهي مالته تابعة له. فريق عسكري مدير مستشفى؟ إي أهلي مستشفى أهلي. مالته. يا اوكي حتى لو ما تاني انا افهم انه يكون مالك الى مستشفى، بس شلون يديره؟ يديره بعد بفلوسه، هو يديرها ويجيب الاطباء بفلوسه. نعم وصلت الفكره، وصلت. شكرا شكرا لك اخ احمد، وطولت عليك واعتذر منك. احمد من بغداد، حياك الله يا احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ العزيز؟ هلا بيك يا الغالي. احمد وياك من النهروان. والنعم منك ومن أهالي النهروان كلهم. النعم منك حبيبي. وهذا نوه على موضوع. أي. إحنا هاي الفترة عندنا جاي بلطون بالشارع. زين. اتشرفك اليوم التبليط من عين عليك غير كون عزيز. التبليط إيش بيه؟ التبليط من عين عليك شارع كون عادل. طبعا هذا هو مبلط جديد، المفروض احنا مثل ما نسميه يقول لك الشارع زبد. رحم الله والديك. ايه؟ رحم الله والديك. زين هو اذا في يوم روج نقرا باقي نقرا على نقرا يبلطها. يعني الشارع اللي متبلط جديد وتوها الاليه طالعه من عنده بنقر وحفر؟ لا هو قديم التبليط قديم ماكو. ايه مجرد شيء كنت سوى كان سريعة وبالشفرات عمي وهالسودف عيني. نعم نزلت الآليات مال التبليط بلطت النقرة على نقرتها، مشت عليها الماكينة بلطت على نقرتها. أوكي وصلت. وعلى العلوة قيت. ثاني شيء سوون تكرم مجاري هاي السطحية. نعم زين غير كون أكو صرف إلها يعني وده المطر ماكو تنق وتبقى. نعم. ماكو صرف للمياه أبد ماكو. يعني شين الفائدة ما أعرف. نعم. المي منها تصق يرجع التبليط وكل فائدة ماكو.
نعم 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 يعني ماكو ولا نفهم شيء من اللي جاي يسوونه. نعم. يضحكون علينا يعني شنو حاط لك خذ على راسك يا مهندس، انت وين درست؟ هاي دراستك شنو؟ مقتنع نعم. باللي جاي يصير؟ لا يعني ما ادري منين نبدو يا هالدولة، والله موتتنا بالحسين. نعم نعم يعني هذا المياه، هاي المياه يعني اكو واحد يخلي ببابه مشروع يعني الى متى هذا الحال؟ الى متى يبقي؟ نعم. والنهروان صرفنا لها هالقد، والنهروان صرفنا لها هالقد، ويطلع يبلط له شبرين وهو مصروف له 6 امتار. الله اكبر. نعم نعم. وين هاي صارت؟ والله والبيت ما يقبل نشيل التجاوز ماله، خاف يطلع من استغفر الله يا ربي. نعم. استاذ العزيز بلوه ودعته بلوه. الله يعينكم يا ربي. الله يعينكم. نسلم امرنا لله سبحانه وتعالى. امنت بالله. بس ماكو غيره. نعم نعم. اي والله ماكو غيره. شكرا شكرا لك اخ احمد. انا مو مهندس طرق بس يعني عشنا وشفنا العالم شلون تشتغل. يعني الاخ احمد اللي دا يقوله يقول انه اكو طريق، الطريق محفر وتعبان وبيطسات وحفر، لما يجون يردون يبلطوه او يعبدوه بشكل جديد حتى يصير زين ينقشط يتعدل تنسد او تردم الحفر تنداس يحطون حصو سبيس ما اعرف شنو وراها يبلطون وراها يدوسون بالحادثات يكمل الشارع ويقول لك استلم هذا شارعك الجديد، وراها تجي هم يعني مؤسسه الطرق او غيرها تخطط الشارع تسوي الخطوط مالته كمل الشارع. اما جماعتنا بالعراق ما شاء الله يقول لك يجي ابو الجير فوق الطسه نزل الجير وداسه وحفره الطسه وصارت طسه ثانيه جديده عادي. محمد من امريكا حياك الله. الو السلام عليكم، احييك واحيي قناه الرافدين. حياك الله عزيزي استاذ اسد. هي المستشفيات تابعه للاحزاب. نعم. مازون السيد حافظ صوره مالته فالحين بها عم المستشفيات هي ما صايره مجادا للعالم للفقر. نعم. قسما بالله ماكو قتل هسه قاموا بكتلون انا وين بالمستشفيات هم فالحين بها العمايل. انت حاصرته، انت حاصرته السيد حتى يعطي بركه للموتى اللي يقتلون بالمستشفيات. عندنا هو المستشفيات تابعة للإرهاب، دول الأحزاب الإرهابية جابوا تابعة لإيران وغير إيران، تابعة الصدر وغير الصدر، تابعة دول الحشد الإرهابي. عمي هم دمروا العراق 2003 لحد الآن. لا صناعة، لا علم، لا صحة. قسما بالله عندنا احنا تكرم المستشفيات مال تكرم مال الشعب 10% عندهم، 10% دول حاطين صورهم على المستشفيات. نعم. كافي دمرت الشعب، الشعب موشمي نايم خدر يمشي ورا فلان ورا السيستاني ورا مقتدي. نعم. حتى دولة قسما بالله هم غسلوا ازمغاتكم غاسلين فيكم محششين، لازمكم لا مقتدي ولا السيستاني. عم دولة تابعين ايران. نعم. ايران عم اصحى يا شعب اصحى، هو القران حيضمون عليكم ان شاء الله ان شاء الله حظلون كتلون بيكم وانتم قاعدين تضمون عليهم. تحياتي لكم قناة الرافدين. شكرا شكرا لك اخ محمد. نروح بملفنا الثالث إلى معاناة أصحاب الدراجات النارية والتكاتك والستوتات وتحديداً بمحافظة النجف لما يردون يسجلون دراجاتهم. عندنا ناشط ينقل معاناة أصحاب الدراجات بسبب تخبط القرارات من قبل دائرة المرور بالمحافظة. هذا الشيء اللي انعكس على حياتهم عملهم وفاقا من معاناتهم بكسب لقمة العيش. خلونا نسمع. دينار وتقول له تعال سجلها ب 450 الف، زين هذا من يجيب 450 الف؟ وهم اصحاب عوائل كل واحد برقبته 11 و12 نفر. كلنا احنا ويا القانون ومنطبق القانون، لكن القانون منطبق على الجميع. واليوم اكو سيارات مظلله تابعه جهات معنيه للاحزاب في الشارع ما حد يقدر يحكي فيها. وسيارات غير مرقمه وتكثر بالشارع ما حد يقدر يحكي فيها. لكن احنا مع الاسف في العراق قدرتنا على الفقير، على الكاسب. عندنا هذول الاسلام فطي اصحاب الستوتات. ناس عندهم أصولية وأرقام ستوتاتهم، لكن إجى قرار من وزير الداخلية العفو العراقي ومن المرور العامة يقولون الحظر الساعة بالثنتين الظهر بعد ممنوع تجول الستوتة. فمنا عندنا مناشدة إلى وزير الداخلية وإلى مديرية المرور العامة وإلى قائد شرطة النجف وإلى مدير مرور النجف. هاي أصحاب عوائل ناس كسبة دول يحصلون 10,000 دينار يجيب يصرفون على عائلته. فما من المعقول تطبق القانون بس على دولة، كل احنا ويا القانون.
ولازم تسجل الستوتات ولازم تسجل الدراجات، بس بما يرضى الله سبحانه وتعالى. يعني انت هي الستوته كلها ب 600,000 دينار وتقول لها تعال سجلها ب 450,000، زين هذا من يجيب 450,000؟ وهم اصحاب عوائل كل واحد برقبته 11-12 نفر، ناس ما عندها ما تفكرون بيها. ليش ما تفكرون بيها؟ لان انت رواتبكم وعندكم تخمه من الاموال، مو مثل هالناس المساكين الفقراء. ناس كسبه ما عندنا، يعني بس هاي الستوته عندنا، الله وكيلك العباس كفيلك، نركض عليها، هذا يركض عليها 1500، على 2000، يعني ما عندنا. اذا بالثنتين الظهر يسوي علينا الحظر احنا وين نروح؟ يعني انا صاحب بسطي، يعني عزيز بسطيتي، هاي الناس عم يحكوا احكوا بضميركم. يعني هذا ما يصير هيك القانون، يعني ب 450 سوي لي رقم 200، سوي لي رقم 200 250 هذا غصبا عليه وعلى ابوي اسوي. ما يخالف وما يكمش لا نجده ولا دوريه غصبا عليه وعلى اهلي. بس عم مو هيك هالله تنهله بينا. يعني وقت الانتخابات يجينا عم نغط اصابعنا، ما نغط اصابعنا والله. هاي السنة حاجة 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 على اي اذن بيحجزونها. احجز المركبه وانا اصوليه يكون فحص مؤقت، ها شغلته اصوليه فحص مؤقت اقدر يعني يكون بالها بدل يعني مهله بس مو توقف حتى اخوي. كان هذا المشهد مشاهدينا الكرام من النجف. المشكله بالفيديو اللي ورا اللي راح نبقى بيه بالنجف واللي طارد بيه اجهزه المرور اصحاب الدراجات، ولما نشوف هذا المقطع نتفاجئ ومفاجاه كبرى. فقراء وكسبة يروحون يردون يسجلون دراجاتهم النارية حتى يقدرون يعيشون. لكن الحالة هنا شنو؟ تمت سرقة دراجة من أمام دائرة المرور لما صاحبها راح دخل جوه حتى يسجل دراجته بالدائرة، بمشهد يعكس لكم الهشاشة الأمنية بمحافظة النجف بالوقت اللي يقتصر به عمل الجهات الحكومية على ملاحقة الفقراء وترك المجرمين. راح يسجل دراجته مرور النجف، باب مرور النجف باقي دراجة. احكي عمي. السلام عليكم اخوي، انا مخلي دراجتي يم الباب مال المرور. ايه. طلعت لقيتها ما هي، بس اكو كاميرات. نعم. وانا حساب مركز النعمان. انا بس دقيقة، باب المرور. ايه يم المرور انا مخليها. والسيطرة قبالك وباقي هاي؟ يقولوا له ماكو كاميرات. عشان حتى حاكيت عمي العفو رائد اجى قلت له اكو كاميرات هنا، يقول لي ماكو. بين ساعة؟ تقريبا بالعشرة ونص الصبح هسه. خوش. وانت عمي الامن والامان محافظه النجف يا قائد شرطه النجف عمي بوق وخطوف. هذا رجال سبع بنات زين، اكو شو اسمه شرطه، اكو مرور، اكو شلون راحت الستوته؟ عمي يا قائد شرطه النجف يا معود يا وزير الداخليه، عمي خطف ومخدرات سرقه في النجف. ليش هيك؟ انتم وين عايشين؟ احنا بغابه. تدرون هذا الفيديو بشو تذكرني؟ بمدرسه المشاغبين لما يقول لو ابنك انت سرق عربيه رئيس اسمي مكافحة السيارات، ستوتة أو دراجة باب مركز شرطة انباقت، ومركز الشرطة شانوا يسوون السؤال. عناصر الشرطة اللي موجودين بهذا القسم، قسم شرطة قضاء المناظرة، شنو كان دورهم لما كانوا بالقسم؟ ماكو برا شرطة، ماكو واحد شاف، ماكو كاميرات، ماكو أحد، شلون انباقت من باب القسم؟ زين اذا باب مركز شرطه او مديريه مرور باقت دراجه، ابو الدراجه يقدر يخليها بباب بيتهم؟ حتى اذا يطببها غرفه النوم تنباق بالحاله هاي، لانه يم الناس اللي المفروض ما حد يبوق يمو انباقت. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع. اول تعليق من زينب الحوراء، خطيه هذول لا عندهم رواتب لا عندهم امكانيه، ناس فقراء، ابو الستوته والدراجه يشتغل ديليفري، ليش هيك بكل وقت الفقير مطارد؟ سيد وسام الموسوي، ناس كسب قدرتهم على الفقير. ونبيل كريم، حكومة الأحزاب الفاسدة سياراتهم بدون أرقام عادي، لكن هاي الفقرة تعال سجل ستوتك. فاضل عباس آل شهد، والله المفروض على كل شريف وحليم يقاطع الانتخابات هاي أولا دائما، ومن الطبيعي الحرامي يسرق في الليل وحكومتنا تسرق في وضح النهار هاي ثانيا. كان هذا تعليق الناس على هذا الموضوع. أما ملفنا الآخر من محافظة بابل نبدي بي، لقينا مقطع لأهالي المحافظة يطالبون بالحكومة أن يرفعون الصبات الكونكريتية من أمام مدرسة التهذيب، لأن هاي الصبات تعيق حركتهم بالدخول والخروج من المدرسة هم والتلاميذ، ويطالبون أن تتدخل لتسهيل حياة المواطنين. خلونا نسمع من المسؤولين
أن يزيحون هاي الصبات كلها لأن مخربة منظر المدرسة هي نوب، وبالأخص هي النوب مدخل مال الولاية، مدخل المسيب هي، وشارع عام، وهاي الصبات كلها آيلة للسقوط، كلها قام تقع وحدة وحدة، فإذا وقعت على سيارة على بشر أذية كلش، النوب منظرها كلش مو حلو. والله هذين الصبات متعباتنا حيل هنا ومضايقات الشارع، فناشد مديرية دفاع مدني بابل بإزالة الصبات ذني، يعني حيل متعباتنا، يعني إذا ما تقع على السيارة تطبق بصف السيارة، تطبق مال الطلاب بصف السياج بصف الصب، إذا ما تقع على السيارة فراح تقع عليها من تقع على المدرسة وتأذي المدرسة حيل، فناشد دفاع مدني المسيب أن يشوفون حل لهاي الشغلة. رايحات تعبانات من جوا هينوبا، هاي تايخ هسه هينوبا، يعني اقل هويه سياره طخت هالشيء طخه قبل تهدم على الطلاب والصفوف صف الصبات، يعني تهدم عليهم وتكتلهم. هذا التعليق من محافظه بابل. اما محافظه النجف عندنا مشكله، محافظه النجف اكو بوري مال مي، هذا بوري المي مكسور، المشكله انه هذا الانبوب مكسور صار له اكثر من اسبوع، السلطات بالمحافظه تدري بيه وما حد فكر يحل المشكله لحد هاي اللحظه. المي المتسرب من الانبوب المكسور تسبب حدوث بركه مياه، والحلو انه العراق يعاني من مشكله تصريف المياه بالاساس، فيعني مشكله الماء المتسرب راح تكون لها تبعات كثيره. تعالوا نسمع شنو اللي قاله هذا المواطن عن هالبوري. كشر كامل ابو 12 الظاهر ابو 16 تكبير باوع شو مسوي، لكن اليوم خابرنا عليهم واجوا لهنا ما سووا يعني هيجي علاج ماكو، ما اعرف شلون سدوا التاك وقشمرونا وطلعوا. هسه ما اعرف هسه طاق هذا صار له تدري شقد، يوم 30/11 واليوم 9/12 باوع بحيره مسوي لنا شط، يعني اتصلنا عليهم ماكو، اي نجي باكر ما ادري شنو. ومن يقول لك ذاك اليوم اقول له اجل هنا يقول لي اذا مو يم بيتك ايش عندك مخابر؟ قلت له ابويا والله حتى لو عندنا شويه هيك مثل غيره شويه باقي عندنا، حس وطني باقي شويه، ايش ليش ما مخابر؟ هذا هدر بالماي الحلو، هذا ماي حلو، هذا باع باوع باوع باوع. رايحه جاي المسؤولين يشوفوا، يعني هاي مسوي لي بحيره انا هنا. الانفوجرافيك في اليوم الدولي لمكافحته سرطان الفساد يبتلع العراق ويدمر مؤسساته وبنياه التحتية، هذا عنوان الانفوجرافيك اللي سلط به قسم التواصل الاجتماعي الضوء على قضية الفساد في العراق. خلونا نشوفه.
لكون اليوم العالمي لمكافحة الفساد أيضا العراقيين تفاعلوا على منصة إكس على هذا الهاشتاغ وهو وسم اليوم العالمي لمكافحة الفساد. جبناكم بعض المناشر أو التغريدات لقراءته. مجاهد الطائي: هيئة النزاهة لا توجد دولة في العالم تسبق العراق في مكافحة الفساد. ملاحظة: مرتبة العراق في منظمة الشفافية الدولية لا تزال 157 من أصل 180 دولة، يعني هو من الدول الأكثر فسادا في العالم، ويجب على هيئة النزاهة محاسبة نفسها بسبب غياب النزاهة والكذب على الرأي العام. بلال آل جبور: يتكلم سياسة العراق عن مكافحة الفساد وهذا هو واقع العراق المزري نتيجة حكمهم الفاسد. إن أردتم أن تتكلمون بمكافحة الفساد فكافحوا أنفسكم، أنتم من دمر العراق وأوصلتموه إلى هذه الحالة المأساوية، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. علي الغرباوي: اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 كانون أول، ولا يزال كل الفاسدين الكبار في العراق أحرار خارج أسوار السجون. أما الدكتور طالب جبار حسن: من أهم مشكلات العراق عدم الجدية في محاربة الفساد، لأن الجميع يكذبون بمحاربته، لأن الأغلبية من الماسكين بالسلطة لديهم فساد في إدارة السلطة والسيطرة على مخرجات السلطة. كانت تغريدة الدكتور طالب والتي قبلها وغيرها على هاشتاغ اليوم العالمي لمكافحة الفساد. مشاهدين الكرام، من أجل مكافحة الفساد يجب علينا أن نكافح من جلب الفساد ومن جاب الفساد إلى العراق. أنتم تعرفوا، أنا أعرفه، والدنيا كلها تعرفه. نلتقيكم على خير مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى غدا. في أمان الله.